شكرا معلقنا الدكتور مروان صالح. اذا انتهت المباراه بنتيجه 3-1، فوز كبير للنادي الاهلي. الف مليون مبروك الفريق، الف مليون مبروك مجلس اداره النادي الاهلي، الف مليون مبروك جماهير النادي الاهلي. مكسب جميل، مكسب رائع، اداء جيد ادى به الفريق النهارده. الحقيقه مكسب بيوضح بالرغم من النقص العددي في صفوف النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي النهارده فرض كلمته باداء فني رائع سواء من الجهاز الفني او من اللاعبات. وزي ما حضراتكم شايفين كابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي متواجد في ارض الملعب لتقديم التهنئه للاعبات. برجع لضيوفي في الاستوديو الكابتن ندى ايمن والكابتن منى عدلي. الف مبروك يا كابتن ندى. الله يبارك فيك يا كابتن هيثم. الف مبروك للنادي الاهلي والجماهير والمجلس الاداره، والواحد فخور فعلا بالفرقه. البنات يعني دايما كده موفقين يا رب. كان بيني وبينك خلاف في الشوط الاخير هو احنا يعني اوف اير كنت قلقان نخسر، وانت بتقولي لا هنكسب الشوط الرابع، فانت كان ليكي ثقه كبيره جدا. الفرقه دايما بتوصل للناس الثقه ديت، يعني الثقه دي مش جايه من فراغ، هم دول فتيات الذهب واحنا متعودين عليهم دايما منهم على الانتصارات، فالواحد دايما عنده ثقه فيهم مهما كان في تاخير او الفرقه الثانيه ليدنج عليك، انت بتبقى واثق ان الفرقه هترجع ان شاء الله. والحمد لله يعني ربنا كرمني كنت موفقه في تخميني. الحمد لله. كابتن منى مبروك. الله يبارك فيك، مبروك للنادي الاهلي ومجلس الاداره والفريق العظيم والجهاز الفني كله. يمكن النهارده الاداء يا كابتن منى كان رائع، يعني يمكن حتى بالنتيجه 3-1 انت حتى بالعين المجرده انت شايف الفريق حالته كويسه، فريق واقف على رجله في الاستقبال في الهجوم. يعني طبعا يعني ده يعني ما يقللش ابدا من في اخطاء، ولكن الفريق حالته حلوه فعلا. احنا كان الستارت بتاعنا في كذا شوط، في الشوط الاولاني والثاني والثالث والرابع ما كانش موفق، بس احنا زي ما ندى بتقول الثقه بلس الثقه بقى الكامباك بتاعنا كان هايل النهارده جدا. في كل في فترات كتيره جدا كان فريق المنافس متفوق علينا وكان السكور في فرق في السكور ليدنج علينا، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نوصل وبدانا نمشي نقطه بنقطه، وبيجي علينا فترات كنا بنتفوق على الفريق، والحمد لله يعني ان احنا قدرنا ان احنا نتغلب النهارده. وكان ماتش مهم جدا لينا زي ما قلنا في بدايه الحلقه، ان هو يعني نفسيا كان مهم جدا لينا. يمكن عايز اتطرق للنقطه اللي كانت فيصليه في الجيم الرابع وتم احتسابها علينا في الوقت، اللعيبه حتى في الملعب يعني احنا لو نعيد اللعبه دي تاني يا جماعه من حقنا نتكلم عليها، حتى تلاقي رد فعل لاعبات الزمالك ان الكره على الزمالك، ولكن الحكم يعني لم توفق في القرار، وبناء عليه تم احتساب نقطة لنادي الزمالك في نقطة تانية وتأخرنا، ولكن الحمد لله الفرقة تشبثت بالجيم وأنهيته لصالحها. خلينا برضو نتكلم عن التحكيم. النهاردة كانوا موفقين جدا كابتن أماني وكابتن تغريد. الكرة فعلا اللي يثبت ان هي كانت الكرة لينا ان المحترفة الكرة جت تاتش في ايديها وهي ما احتفلتش، يعني او ان قالت ان هي اوت وكده، فهي كانت متأكدة ان الكرة تاتش في ايديها. بس خلاص يعني هو زي ما في غلطات في اللعب في غلطات في التحكيم، والتحكيم بيبقى جزء من نجاح اللعبة اكيد. وكمان الجميل ان اللاعبات بالرغم انفعال لاعبات النادي الاهلي انه خلاص كان خلاص احنا احتفلنا، شكرا يا جماعه دي الكره الاخيره. لو حضراتكم تشوفوها يعني زينه حطها تاتش بلوك، شوفوا رد فعل اللاعبات يعني خلاص يعني ما فيش اي اعتراض، هي جوه كمان هي جوه، يعني حتى بص لعيبه النادي الاهلي احتفلت بالمكسب جوه، كل اللي في الملعب شايفها جوه، ايا كان هو يعني قرار. بس احنا وتاتش كمان يعني واضحه يعني بكل المقاييس، يعني حتى كان في يعني الجهاز الفني النادي الاهلي بقياده كابتن حمدي الصافي ما كانش مصدق الكره دي، ومع ذلك اللعيبه يا كابتن ندى كمان يعني اللعيبات يعني تماسكوا بالرغم من ان في نقطه وبعديها خسرنا نقطه، يعني دي كانت نقطه تعادل بعديها خسرنا نقطه وتاخرنا وخد الادفانس نادي الزمالك، ولكن اللعيبات ما فقدوش التركيز. لا موقف كان كويس جدا من اللعيبات لان حتى الجهاز نفسه اتشد، فكان اللعيبه الخبره في الملعب زي ايه حاولت تلم الموضوع وتهدي كابتن حمدي يعني تهدي الموقف، لان خلاص لازم نرجع. طيب استاذنك يا كابتن ندى نروح لارض الملعب ومراسلتنا سالة حامد ولقاء مع المدير الفني القدير الكابتن حمدي الصافي. اتفضل يا سالة. مساء الخير يا كابتن هيثم، طبعا برحب بحضرتك مره ثانيه وبضيوفك الكرام والكباتن الكبار في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، واكيد ببارك يا كابتن هيثم وببارك لكل جماهير النادي الاهلي بعد فوز النادي الاهلي النهارده في مباراه اليوم تعتبر صعبه يعني اكيد على الفرقتين، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط ومقابل شوط لصالح النادي الاهلي. يمكن معي في هذه اللحظات يعني نقدر نقول نجم المباراه ده مان اوف ذا ماتش كابتن حمدي الصافي. كابتن حمدي الصافي طبعا المدير الفني لفريق النادي الاهلي، اكيد برحب بحضرتك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز ابارك لك النهارده يا كابتن على مباراه اليوم، يعني
مليون مبروك، وتحب ايه طبعا يعني تقول ايه بمناسبه الفوز ده لجمهور النادي الاهلي، واكيد تعليقك او رايك في مباراه اليوم. ربنا يبارك فيكم طبعا، وبحيي كابتن هيثم وضيوفه. الحمد لله النهارده كان مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نكسب المباراه، مباراه بقى لنا فتره يعني ما تزعلناش مباريات وكده وعلى قناه النادي الاهلي، فكان يعني الموضوع بالنسبه لنا تحدي كمان. الفرقه بتمر بظروف صعبه جدا وكل الناس عارفه، بس احنا الحمد لله احنا واللعيبه قابلين التحدي. احنا ما بنلعبش بكامل قوتنا، عندنا برضو المحترفه الاساسيه بتاعتنا مصابه، مركز اربعه مهمه جدا، انما اللاعبات بتاعتنا قد التحدي الحمد لله، كل اللاعبات قدوا اللي عليهم، وان شاء الله باذن الله لسه يعني احنا لسه ما عملناش حاجه، دي مباراه بس كده للترتيبيه، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هيبقى شكل الفرقه احسن. عايزين بس جمهورنا يدعمنا وما يفقدش الثقه فينا. عندنا اخطاء وعندنا، بس ده غصب عننا، احنا اشتغلنا 7 سنين او اكتر من 8 سنين الفرقه كانت ثابته، لما يحصل هزه في الفرقه اكتر من 50-60% من قوام الفرقه ما بيبقاش موجود، ده بياخد وقت، والحمد لله اللعيبه طلعنا لعيبه صغيره وشغالين معاهم، الخبره بيدعموا اللعيبه الصغيره، يعني المنظومه ماشيه كويس. عايزين بس الجمهور يصبر علينا ويدعمنا ويدعم البنات، لان هم محتاجين الدعم ده الفتره الجايه. كابتن حمدي، طبعا مباراه امبارح كان قدامكم مباراه مع وادي دجله، والنهارده مباراه صعبه مع نادي الزمالك، يمكن طبعا التحضيرات مباراه امبارح مباراه النهارده، يمكن التحضيرات طبعا بتبقى صعبه شويه بالاخص يعني من الناحيه البدنيه وكمان من الناحيه النفسيه، فطبعا حضرتك ازاي قدرت ان انت تحضر البنات من الناحيه البدنيه وبالتاكيد من الناحيه النفسيه النهارده في مباراه الزمالك؟ والدور قبل النهائي ده دور صعب ليه؟ لان احنا بنلعب 6 مباريات ورا بعض، 7 مباريات، لان احنا 8 فرق، 7 مباريات في اقل من تقريبا حوالي 20 يوم، فالموضوع بيبقى صعب جدا. بنلعب يا دوبك جمعه، يعني في اسكندريه لعبنا جمعه وسبت وحد، ريحنا يوم، جينا هنا جمعه وسبت، ريحنا يوم خميس وجمعه، فالمباريات ورا بعض والمباريات كلها قويه. يمكن كل الناس عارفه دوري الفولي دلوقتي، الدوري لا بقى اقوى من الاول بكتير، سبورتنج ما شاء الله عليه عاملين ماتشات كويسه، دجله عامله ماتشات كويسه، الشمس محقق نتائج، والصيد الاول كان الاهلي وشويه الصيد والسبورتنج، دلوقتي لا في اكتر من 5-6 فرق، ففي مجهود في الماتشات وماتشات متلاحقه، فلازم طبعا الجهاز الفني بتاعنا والجهاز الطبي والجهاز مخطط الاحمال شغالين كويس قوي وعاملين حساب والتوزيع بتاعه المجهود اللي هيحصل وتوزيع الماتشات على اللعيبه. الحمد لله يعني مركزين شويه في الحته ديت، فكل الجهاز متعاون مع بعض، وان شاء الله باذن الله ان الموسم دوت باذن الله نحقق حاجه كويسه للنادي الاهلي. كابتن حمدي، طبعا شفنا بعد المباراه على طول يعني تواجد كابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي في الملعب، بيحفز اللاعبات وبيبارك لهم كمان على فوز النهارده، يعني طبعا حاجه مهمه جدا لما اللاعبات يشوفوا طبعا دعم من الكابتن خالد العودي، وبالاخص طبعا بعد دعم حضرتك، دايما موجود ان حضرتك بتدعم اللاعبات كلهم زي ما انا قلت لحضرتك نفسيا وكمان بدنيا، يعني حضرتك طبعا متواجد معاهم. الحقيقه بجد والله مش يعني مش عشان انا مدرب في النادي الاهلي، لا النادي الاهلي السنه دي واقف بقوه جدا مع الفرقه، ظروف اللي مرت بيها الفرقه داعم الفرقه جدا ودعم الجهاز الفني، والكابتن خالد على طول معانا ومتواجد معانا في التدريبات، متواجد باتصال مستمر بيسال على الفرقه واللاعيبه ولاعيبه، بيبلغنا بتحيات مجلس الاداره ودعمه، لا واخدين دعم جامد جدا السنه دي من مجلس الاداره ومن النشاط الرياضي، وباذن الله باذن الله احنا هنبقى قد الثقه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنحقق نفس البطولات باذن الله. ان شاء الله. كابتن حمدي، زي ما حضرتك قلت في منافسه يعني قويه جدا ما بين كل الفرق، مش بس اهلي زمالك، لا جميع الفرق يعني بتنافس بمنافسه قويه جدا على لقب بطوله الدوري، فان شاء الله بعد المرحله دي وبعد الجوله دي ايه التحضيرات الفتره القادمه وايه المواجهات اللي هتواجه او هتكون في انتظار النادي الاهلي؟ هنقفل صفحه الدوري، هنديهم بس راحه يومين لان هو كان مجهود كبير قوي عليهم الفتره اللي فاتت، عندنا الجمعه الجايه ان شاء الله مباراه كاس، وبعديها هنبتدي بقى البلاي اوف بتاع الدوري، وان شاء الله باذن الله عايزين نركز بطوله بطوله، الحمد لله احنا ربنا كرمنا بالسوبر من فتره، عايزين نركز بقى في نصعد في قبل نهائي الكاس ونقفل صفحه الكاس، وبعد كده نركز بقى في البلاي اوف بتاعنا بتاع الماتشات الدوري، البطوله المفضله بتاعتنا ان شاء الله، عشان نقفل الصفحه المحليه ونركز بقى خارجيا ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، بشكر حضرتك طبعا جدا ومليون مبروك مره ثانيه. شكرا يا كابتن. شكرا. كان طبعا يا كابتن هيثم زي ما حضرتك شفتوا تصريحات الكابتن حمدي الصافي بعد مباراه اليوم، ومستمرين معاك طبعا في لقاءاتنا، ومعانا واحده من يعني نجمات المباراه النهارده كابتن ساره امين. كابتن ساره، طبعا في البدايه برحب بيكي على شاشه قناه النادي الاهلي، ويعني ما شاء الله النهارده اداء قوي منك ومن كل لاعبات النادي الاهلي في مباراه اليوم، ببارك لك على المباراه اللي النهارده، وتحبي تقول ايه لجماهير النادي الاهلي بمناسبه الفوز النهارده ورايك في اداء لاعبات النادي الاهلي وفي المباراه؟ احنا طبعا الله يبارك فيكي. تاني حاجه، احنا الحمد لله الماتش ده كان يعني بالنسبه لنا مهم ان احنا ناخده، ان احنا ابتدينا نذاكر
الفرقه كويس جدا، نعمل احصائيات كتير قوي عليه امبارح واول امبارح. طبعا في الماتش نفسه تعليمات من كابتن حمدي كتير قوي، قدرنا الحمد لله ان احنا واحده واحده نتغلب على الماتش. في الاخر كان في ضغط وماتش ماشي نقطه بنقطه، وبصراحه من اول الماتش، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نتغلب عليهم واحده واحده. وجمهور النادي الاهلي طبعا على طول يعني في ظهرنا، وعلى طول احنا مكملين بيهم، وان شاء الله نفسنا بس نشوفهم في الماتشات الجايه بس ان شاء الله. ان شاء الله يا ساره. طبعا ساره كان في عندكم مباراه امبارح مع وادي دجله، النهارده مباراه مع نادي الزمالك، ضغط طبعا كتير وبدنيا بالاخص عليكم، ازاي قدرتوا تحضروا المباراه النهارده امام نادي الزمالك؟ طبعا السيستم بتاع الدوري السنه دي مختلف شويه، بيبقى فيه كل ويك اند ماتشين او ثلاث ماتشات ورا بعض، ده طبعا بيرهقنا جسديا وكل حاجه، بس لازم طبعا الاستشفاء كويس قوي، لازم التمارين يبقى فيها حاجات معينه، نشتغل اليوم ده النهارده على البلوك، اليوم ده على الاستقبال كده، بس الحمد لله يعني احنا بقالنا تقريبا 3 اسابيع ماشيين على السيستم ده، وان شاء الله يعني نكمل كده ان شاء الله كويس يعني. ان شاء الله. سارة طبعا مشوار طويل الموسم ده، لسه عندكم كذا بطولة وطبعا منهم بطولة الدوري، ازاي تستعدوا ان شاء الله للفترة القادمة والمباريات اللي جاية ان شاء الله اللي في انتظاركم؟ طبعا احنا هنكمل، هناخد بس راحة سلبية شوية، بعدين هنكمل، عندنا كمان ماتشات كاس في النص، يعني في نص الدوري عندنا ماتش كاس، فلازم طبعا الكاس ده نبقى مرتبين له كويس قوي، علشان ده ماتش اللي هو بيبقى نكسب نكمل نخسر خلاص بره، فلازم ندي كل الماتشات أهمية. الدوري السنة دي صعب، ليه طعم تاني غير أي سنة، بس الحمد لله احنا واحدة واحدة بنتغلب على الفرق اللي في الموجودة دلوقتي في الدوري، والحمد لله نقدر يعني ان شاء الله نقدر نتغلب على الفرق كلها ان شاء الله وناخد الدوري ان شاء الله. ساره طبعا بشكرك جدا ومليون مبروك النهارده المباراه، وزي تاني يعني ما شاء الله طبعا على ادائك النهارده وكل لعبه نادي الاهلي. ميرسي، ربنا يخليك، الله يبارك فيك. كان طبعا يا كابتن هيثم زي ما حضرتك شايف طبعا يعني لقاء مع واحده من نجمات الفريق النهارده، ومعانا واحده كمان من نجوم مباراه اليوم المحترفه النادي الاهلي ديانا رايس. اوف كورس ديانا، فيرست اوف اول ليت مي ويلكم يو اون اور اهلي تي في شانل، اند ليت مي تيل يو كونجراتوليشنز فور توديز ماتش، ا فيري تاف جيم بتوين الاهلي اند الزمالك، سو واتس يور اوبينيون اور بوينت اوف فيو اباوت توديز ماتش اند ذا بيرفورمانس اوف اول الاهلي بلايرز؟ توداي ان ذا كول فيري كونسنتريشن، I know the last match no play very good, but the team is very family with me, and me play with the best for the team. طبعا يا كابتن هيثم يمكن انا سالتها على مباراه اليوم وان المباراه النهارده كانت صعبه يعني سواء على النادي الاهلي او على نادي الزمالك، قالت ان المباراه النهارده كانت محتاجه يعني تركيز قوي جدا مننا من كل لاعبات النادي الاهلي، يمكن هي قالت يعني انه المباراه اللي فاتت امام نادي الزمالك يمكن ما كناش يعني الاداء ما كانش احسن حاجه، النهارده المباراه يعني ركزنا فيها جدا، وكمان ان كل لاعبات النادي الاهلي يعني معاها اللي هم يعني قريبين وداعمين ليها جدا طبعا، فالكل طبعا يعني متعاون جدا وايد واحده في جميع المباريات عشان طبعا يأدوا أداء جيد أمام يعني جميع الفرق طبعا اللي يعني بيواجهوها في جميع البطولات. ديانا، also let me ask you about today's performance and also the preparations for today's match. How did you prepare psychologically and physically? Because it's a very important thing to being prepared psychologically and physically. Also because you had a match yesterday with Wadi Degla team. So how did you prepare for today's match? I prepare myself because I lose a kilo now, my performance is very good now. My coach every time taught me you need block close or you need penetrate my hands, and I think so it's very good now. And also psychologically, what Captain Hamdi Safi always talk with you and all the team about what? Every time she told the she attack line, she attack cross, be careful for the team. And every time the game is big, 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 and the team is very easy for them. طبعا كابتن هيثم انا كنت بتكلم معاها وبسالها طبعا عن كم وي جوينج طبعا كنت بتكلم معاها النهارده يعني عن طبعا تحضيراتهم سواء يعني نفسيا او بدنيا قبل المباراه اللي النهارده، ويمكن كلمتني عن الناحيه البدنيه من يعني الخاصه بيها انه هي شغاله جدا يعني على الناحيه البدنيه، يمكن طبعا بعد ما المدير الفني اتكلم معاها وقال لها ان هي لازم تهتم شويه بالناحيه البدنيه عشان طبعا ادائها هيكون احسن من كده مع فريق النادي الاهلي، كمان اتكلمت عن الناحيه النفسيه انه دايما كابتن حمدي الصافي بيتكلم معاهم طبعا وبيحفزهم قبل كل مباراه، يمكن طبعا يعني دوره المهم طبعا كمدير فني
وكلموني. ديانا thank you so much for this interview and congratulations for today's match again and thank you. Thank you you. And I don't speak too much English so I try okay. يمكن طبعا هي مش بتجيد يعني اللغه الانجليزيه قوي يا كابتن هيثم، فهي حاولت طبعا ان هي تطلع معانا النهارده على شاشه قناه النادي الاهلي وان هي تكون متواجده معانا في اللقاء النهارده بعد مباراه اليوم. بشكرك جدا طبعا يا كابتن هيثم، والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليك طبعا، تفضل. سلا حامد بشكرك شكرا جزيلا، ومش محتاجه يعني اللغه الانجليزيه، احنا حاسين بكل حاجه وكلامك واصل يعني، حتى لو في بعض يعني الكلمات مش صح ولكن الاحساس بيبان واكيد واضح ساعدتها بوجودها في النادي الاهلي. كابتن ندى يمكن من احد اسباب نجاح اي منظومه وهي الروح. الفريق ده اتعرض ان في مجموعه من اللاعبات سابوه اول الموسم، ولاعبات كانوا يعني اعمده وليهم قرارهم هم يعني يسالوا عنه، ولكن النادي الاهلي دعم هذا الفريق، مجلس اداره بقياده الكابتن محمود الخطيب، معالي الوزير العام فاروق، كل المجلس بالامانه دعم هذا الفريق، وفر له كل الامور لدرجه ان كابتن خالد العوضي سافر في بطوله العالم عشان يتعاقد مع سواء كارينا او اكاسيو، وبحيث انه يبقوا المحترفات ليفل 1 ولاعيبه دوليين، فمجلس الاداره دعم هذا الفريق والنشاط الرياضي دعم هذا الفريق بشكل كبير. ده حقيقي يعني، احنا تعودنا دايما من مجلس إدارة النادي ان هو دايما في ظهر فرقه ايا كانت الظروف الموجودة، وفي يعني اصعب الاوقات بيكون دايما المجلس موجود بالكامل وبيدعم وبيشجع، وحتى لو حصل اي اخفاق بيبقى في اجتماع بعد كده بالفرق وبيتم دعمهم وان المجلس في ظهرهم وانه احتياجات كل اللي انتم محتاجينها في الفتره الجايه هتتوفر، كل الكلام ده فاحنا متعودين عليه من المجلس. واحنا شفنا في المباراه الاولانيه اللي كانت في صاله الشهداء كان المجلس اغلب الاعضاء موجودين، وطبعا الكابتن عمرو فاروق وكابتن خالد مرتجي كان اغلب الاعضاء موجودين في الماتش الاول، كنوع من انواع الدعم ان احنا موجودين وفي ظهركم ايا كان، حتى لو حصل اخفاق احنا معاكم. وحصل نفس الكلام في المباراه اللي كانت موجوده في صاله الزمالك، المجلس راح كان في المجلس موجود وبيدعم بقوه. خلينا نرجع الندى بعد اذنك لارض الملعب تاني وزميلتنا سلا حامد واستكمال اللقاءات مع فتيات الذهب، اتفضلي يا سلا. برحب بك تاني يا كابتن هيثم واكيد بضيوفك الكرام في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ودلوقتي معايا يا كابتن هيثم يعني واحده من نجوم المباراه وكمان من نجوم الفريق طبعا، كابتن ايه الشامي. كابتن ايه في البدايه طبعا برحب بيكي على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزه ابارك لك النهارده على مباراتكم مع نادي الزمالك، مليون مبروك واداء يعني ولا اروع طبعا منك ومن جميع لاعبات النادي الاهلي. الله يبارك فيكي، ميرسي. طبعا كله عارف المباراه دي اهميتها ازاي بالنسبه لنا، فطبعا الحمد لله ان احنا قدرنا في الاخر ان احنا نحسم يعني الماتش ونكسب الحمد لله. طبعا ايه يمكن المباراه صعبه جدا عليكم بالاخص بدنيا، يمكن انتوا طبعا لعبتوا اربع اشواط مش ثلاث اشواط بس، كمان امبارح كان عندكم مباراه، ازاي استعدتوا للمباراه النهارده؟ ومن ناحيه طبعا النفسيه اكيد انت وكابتن نهله وجميع اللاعبات الكبار في الفريق اكيد كنتوا بتتكلموا كمان مع الفرقه ومع اللاعبات قبل مباراه اليوم. طبعا هو فعلا مجهود بدني كبير، بس احنا يعني حاولنا ان احنا الفتره اللي فاتت كنا بنتمرن على الضغط ده، والتمرين كان صبح وبالليل، فكان عشان نتعود على ضغط الماتشات. طبعا احنا كلنا كنا مقدرين أهمية الماتش وإن احنا عايزين نفرح جمهور الأهلي طبعا، فركزنا جدا وكنا على طول كلنا إيد واحدة، سواء اللي بره اللي جوه، أهم حاجة إن احنا نكسب أيا كان مين اللي بيلعب، وده كان هو السبب إن احنا نقدر النهاردة نكسب الحمد لله. طبعا ايه عايزه اتكلم بقى معاكي عن دور كابتن حمدي الصافي طبعا بجانب انه كمدير فني، ولكن الحته بقى النفسيه كان دايما بيتكلم معاكم يقول لكم ايه وبالاخص قبل المباراه النهارده؟ طبعا هو كان بيجمعنا جدا، كان مدينا اهميه المباراه، هو فعلا كان محافظنا في كل حاجه كانت النهارده بتحصل في الملعب، وكان مجمعنا كلنا ان احنا اهم حاجه ان احنا نبقى فرقه واحده روح واحده، فالحمد لله ده كان السر اصلا نجاحنا النهارده، ان احنا كلنا كنا اهم حاجه عندنا الفوز ايا كان مين بيعمل ايه، بس المهم ان احنا نكسب. طبعا كابتن خالد العودي كان متواجد في الملعب معاكم بعد المباراه ونزل يتكلم معاكم، فاتكلم معاكم في ايه بقى؟ وطبعا قال لكم ايه؟ يمكن طبعا كابتن خالد العودي متواجد دايما في جميع المباريات اول داعم ليكم طبعا، وجمهور الاهلي اكيد كان دايما بيكون متواجد لما بيكون في حضور الجماهيري، فنزل يتكلم معاكم قال لكم ايه ويعني دعمكم ازاي بقى؟ احكي لي. طبعا احنا بنشكره ان هو دايما بيدعمنا، هو كان بيشجعنا بيحمسنا طبعا، بارك لنا وقال لنا يعني كلنا عارفين اهميه الدوري السنه دي، وحمسنا للفرقات الماتشات اللي جايه يعني، واهميه الماتشات والدوري لسه ما خلصت خالص، واحنا كنا عارفين كده، فيعني حمسنا جامد قوي، واحنا ان شاء الله بنحاول نوعده ان شاء الله ان الدوري يكون اهلاوي باذن الله.
طبعا كابتن ايه انتوا اخذتوا بطوله السوبر طبعا يعني نقدر نقول من شهر مثلا، لسه قدامكم مشوار طويل طوال الموسم، عندكم كذا بطوله، ان شاء الله هتستعدوا ازاي للفتره القادمه ولجميع البطولات؟ هو النهارده الماتش خلاص اتقفل، هناخد يوم اجازه او يومين وبعد كده هنستعد، عندنا ماتش كاس يوم الجمعه، فخلاص الصفحه بتاعه الماتش النهارده اتقفلت، وطبعا هنلعب بقى ان شاء الله على الكاس، وبعد كده هيبقى عندنا دوري. السنه دي الموسم مختلف تماما، وكل الناس شايفه الفرق كلها مدعمه، وان شاء الله ان احنا يعني هنضغط على نفسنا على قد ما نقدر ان احنا ان شاء الله نفوز بالدوري والكاس باذن الله وافريقيا ان شاء الله. ببارك لك تاني طبعا يا كابتن ايه، ومليون مبروك وبالتوفيق ان شاء الله الفتره القادمه. ميرسي، الله يبارك فيكي، شكرا، ميرسي قوي. طبعا يا كابتن هيثم مستمرين مع حضرتك، وطبعا معانا واحده من نجوم يعني الفريق والكابتن، وطبعا كابتن نهله سامح. كابتن نهله طبعا في البدايه برحب بيكي على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزه ابارك لك طبعا على مباراتكم النهارده مع نادي الزمالك، تقولي ايه لجمهور النادي الاهلي بعد فوز النهارده، ورايك ايه في المباراه طبعا، ورايك في اداء لاعبات النادي الاهلي؟ طبعا الحمد لله على المكسب. هو طبعا المكسب دايما مباراه الاهلي والزمالك بيكون فيها شد اعصاب شويه، يمكن كان باين في الملعب، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نطلع بالنتيجه اللي احنا عايزينها، وقدرنا الحمد لله ان احنا نخلص الدور ده متصدرين، وان شاء الله يعني بنوعد ان شاء الله ان كمان الاداء هيتحسن الفتره الجايه اكتر ان شاء الله. طبعا كابتن نهى زي ما حضرتك قلتي ان المباراه النهارده صعبه، عشان طبعا تعتبر مباراه ديربي ما بين الاهلي والزمالك، الخبرات طبعا بتختلف في الملعب، وجودك طبعا وجود كابتن ايه وبقيه اللعيبه، يمكن ده يعني سبب من اسباب الفوز النهارده، الخبرات في الملعب طبعا، غير طبعا يعني الاجتهاد في التمرين وكل ده، بس طبعا الخبرات مهمه جدا يا كابتن نهى. اكيد طبعا ده يمكن بيفرقنا عن فرق كتير، يعني فرق الدوري كمان بالذات، يعني بعيدا عن الزمالك في فرق كتير جدا فيها لعيبه كويسين، ولكن لسه عندهم قله خبره شويه، فيمكن ده مفضلنا عن فرق كتير جدا في الدوري، ويمكن ده كمان بان النهارده بالذات في الجيم الرابع، ان احنا قدرنا نرجع واحنا خسرانين ونخلص الماتش لمصلحتنا، وما تشدناش مع الماتش لما راح وجه، ما تشدناش، قدرنا الحمد لله نحافظ على ادائنا وعلى ان احنا نبقى هادين شويه في الملعب، فالحاجات دي طبعا بتفرق يعني، وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. طبعا كابتن نهله يعني ما شاء الله تاريخ، عارفين دور حضرتك طبعا مهم جدا في الفريق، بره بقى الملعب يعني دورك بقى طبعا مع الفريق، بتتكلمي معاهم بتقول لهم ايه دايما، وبالاخص في المباريات المهمه اللي زي دي؟ يمكن كمان دلوقتي بما ان السيزون صعب، فانا يعني انا شايفه الفرقه وانا بشكرهم برضو، يعني من خلالكم انا بشكر الفرقه على روحها اللي كان موجود النهارده في الماتش، الفرقه كلها واقفه فعلا، ما حدش فرق معايا مين اللي جوه ومين اللي بره، بالعكس الفرقه كلها بتشجع اللي جوه وعايزين نكسب، والفرقه اول حتى لما بيطلب تايم اوت بنلاقي اللي بره بيجوا على اللعيبه اللي جوه، فيعني ان شاء الله بالروح دي، هي المكسب يعني بيجي بالروح دي دايما، مش بيكون لعب بس، لا بيكون روح الفريق، روح العمل الجماعي بتاعنا، فانا حتى بشكر الفرقه على النهارده، يعني الكلام ده كان واضح جدا عن اي ماتش تاني. كابتن نهله طبعا شايفه حضرتك ازاي المنافسه الموسم ده، يمكن طبعا في اكتر من فرقه، اهلي زمالك سبورتنج وادي دجله الصيد، يعني العديد من الفرق، الكل يعني الاداء بقى متقارب شويه، فشايفه المنافسه طبعا ازاي الموسم ده، والاخص ان هي بقت المنافسه اقوى شويه من الموسم اللي فات؟ طبعا منافسه قويه، وفرق كتير جدا معاها محترفات عاليين، يعني محترفات حتى شفناهم، حتى محترفات نادي سبورتنج لعيبه عاليه جدا، والزمالك معاها محترفه، فالبطوله يعني السنه دي طبعا اصعب من كل مره، بقى فيها يعني لعيبه كتير، بس ان شاء الله يعني احنا ان شاء الله قدها ان شاء الله. ان شاء الله كابتن نهله طبعا استعداداتكم للفتره القادمه، زي ما انا قلت يعني الكابتن ايه مشوار طويل، عندكم العديد من البطولات، ان شاء الله هتستعدوا لها ازاي، وطبعا كلمه لجمهور النادي الاهلي. طبعا احنا خلاص النهارده انتهى بالنسبه لنا، احنا ان شاء الله لسه بنبص على البطوله، الماتشات دي بالنسبه لنا يعني من الاخر، طبعا احنا طبعا عشان نساعد جمهور الاهلي وان احنا نفضل مكملين ودافع لينا معنوي، لكن طبعا احنا لسه هدفنا اعلى من كده ان شاء الله البطوله، وان شاء الله الفتره الجايه يعني بنوعد الجمهور ان احنا ادائنا ان شاء الله هيكون اعلى من كده بكتير، ويخلوهم دايما معانا، وبنبارك لهم على النهارده الفوز ده ليهم، وعايزينهم دايما في ظهرنا ان شاء الله. طبعا دايما جمهور النادي الاهلي وفي ظهركم يا كابتن نهله، واثقين فيكم ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله يعني تحصلوا على جميع البطولات وتفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي، بشكرك جدا وبتوفيق ومبروك تاني النهارده. الله يبارك فيك، شكرا يا كابتن نهله. طبعا يمكن يا كابتن هيثم زي ما حضرتك شايف كان معانا لقاء مع اثنين يعني من كبار ومن نجوم الفريق، طبعا كابتن نهله سامح وكابتن ايه الشامي، اكيد انا معاك يا كابتن هيثم لو في اي سؤال، والان عوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليك طبعا، تفضل. سلام حامد من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا. مبروك النادي الاهلي، وخليني اقول لحضراتكم احصائيه. موسم 22-23 احنا فيه هنتكلم عن لقاءات الديربي ما بين الاهلي والزمالك اثناء هذا الموسم في الالعاب الاخرى سواء رجال وسيدات باستثناء كره القدم. النتيجة حتى الآن 14-4، 14 للنادي الأهلي، 14 فوز الحقيقة في الألعاب الأخرى رجال وسيدات، هقولهم لحضراتكم، ونادي الزمالك فوز 4 مباريات. هنروح لرجال كرة اليد،
فوز للنادي الاهلي ادي واحد، سيدات اليد في النادي الاهلي فوز اثنين ادي ثلاثه، كره السله ثلاث مباريات فوز على نادي الزمالك سته، كره السله سيدات مباراه فوز بسكور كبير لو حضراتكم فاكرين يبقى كده سبعه. والمباراه الثانيه انسحب نادي الزمالك. الطائره رجال الفوز خمس لقاءات على نادي الزمالك. الطائره سيدات فوزين، ده ال 14 فوز للنادي الاهلي في الالعاب الاخرى. لو بصينا الناحيه الثانيه عند نادي الزمالك، نادي الزمالك فاز في لقاء واحد في سيدات طائره الاهلي كان في صاله عبد الرحمن فوزي بمقر النادي الزمالك في ميت عقبه. رجال اليد فازوا ثلاث لقاءات، اذا النتيجه حتى الان في هذا الموسم 14-4. يمكن يا كابتن منى بيبان طبعا التفوق، احنا بنعمل احصائيه عشان نحط حتى جماهير النادي الاهلي في مدى الدعم ومدى الاهتمام اللي بيشهده النادي الاهلي النهارده في الالعاب الاخرى، ودعم لا محدود. النهارده كابتن محمود الخطيب انا يعني وجهنا الشكر ليه اكتر من مره، لانه في كل توقيع عقد رعايه اول كلمه بيوجهها كابتن محمود الخطيب بيقول انا عندي 19 لعبه. والله كابتن محمود ما ذكرش كره القدم في البدايه، ولكن ذكر ان انا عندي 19 لعبه بناشئينهم بناشئاتهم، النادي الاهلي بيرعاهم وبيقدم كوادر لمنتخبات مصر، سواء لاعبين اداريين مدربين، ومش كده بس، وبدون دعم من الدوله يعني بمجهود ذاتي وصرف ذاتي، وكمان ايضا 50% من قوى المنتخبات النهارده ده على الاقل، كابتن محمود الخطيب قال كده، على الاقل من النادي الاهلي، فاكيد الارقام دي معبره قد ايه النادي الاهلي بيرعى هذه الالعاب. طبعا يا كابتن هيثم النجاح ده راجع اولا لمجلس الاداره، دعمهم للفرق الرياضيه كلها في حاله الخساره قبل المكسب، وبعد كده بترجع للعيبه ان هم عارفين قيمه النادي الاهلي، انا بلعب في نادي كبير لازم ابقى قد المسؤوليه. وزي ما حضرتك قلت اختيار 50% من اللاعبين في النادي الاهلي للمنتخبات، فدي حاجه بالنسبه لنا يعني نجاح، ويمكن عندنا اكتر كمان يعني احنا في فترات بالنسبه لنا احنا ككره طايره كان اكتر من 50%، احنا كان ممكن يبقى 90% من قوام المنتخب على الجيل بتاعكم كمان. نعم، فطبعا دي حاجه يعني الواحد ليه الفخر وليه الشرف ان هو يعني جزء من النادي الاهلي. وخلينا نفكر حضراتكم الساده المشاهدين، السنه اللي فاتت فريق الكره الطايره رجال كان خسر الدوري والكاس، وبعد مباراه الكاس والخساره كابتن محمود الخطيب تواصل طبعا من الجهاز الفني، وتم دعوه الفريق تاني يوم للفطار مع كابتن محمود الخطيب لو تفتكروا كان في رمضان، وكان الفريق عنده بطوله افريقيا، وكابتن محمود الخطيب قابل الفريق ومعاه كان كابتن محمود معاه ورقه زي دي كده ومطبقها كابتن محمود الخطيب بتاريخ فريق كره الطائره رجال، وقال لهم انتوا يعني كلام الحقيقه كان ليه مردود رهيب على اللاعبين بالرغم من خساره الدوري والكاس. راح الفريق بعديها بايام فاز ببطوله افريقيا ورجع، وكان اول يعني اهداء بهذا الكاس كان الكابتن محمود الخطيب، لان الحقيقه الحاجات دي مهمه جدا، الدعم المعنوي ساعات بيكون اهم كتير جدا من الدعم الفني او الدعم المادي او الدعم المعسكرات او غير كده، الدعم المعنوي انت راجل خسران واكيد اللعيبه بتلوم نفسها، فلما كابتن محمود الخطيب يدعو الفريق ومجلس اداره كان موجود بالكامل طبعا لا نستطيع ان ننكر ابدا دور معالي الوزير العمري فاروق وقد ايه هو بيدعم الفريق، وكمان ايضا الفرق الـ يعني الـ الـ او المجلس الاداره بالكامل الحقيقه، فدي سياسه مجلس على راسه الكابتن محمود الخطيب. فالنهارده يعني تواصله يعني المعلومه مهمه او لدعم مهم من يعني الحقيقه من مجلس الاداره. ويمكن يا كابتن منى اجي لحضرتك، اكيد يعني بيحصل الدعم المعنوي ده او الدعم المتواصل بيبقى ليه تاثير كبير جدا على الفريق، سواء كل الفرق لما بيلاقي في دعم معنوي اكيد ده بيحط الفريق في حته ثانيه. اكيد طبعا يا كابتن، ثقه النادي الاهلي في مع اي فريق بتفرق جدا. يعني حتى النهارده انا كنت حاسه ان بعد موافقه مجلس الاداره بمشاركه في البطوله الافريقيه اعتقد ان ده كان حافز كبير جدا، وكان يعني خلى الفريق لا احنا موجودين احنا. طب كابتن استاذنك معلش احنا لازم نطلع لفاصل وارجع لحضرتك في نقطه بطوله افريقيا، اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ونرجع نكمل تغطياتنا المستمره ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وبفكركم بالاحصائيه اللي عدناها لحضراتكم، وهو كل يعني لقاءات الديربي ما بين الاهلي والزمالك هذا الموسم 2022 2023 في الالعاب الاخرى رجال وسيدات.
النتيجة حتى الآن هي 14-4 للنادي الأهلي، وده بيوضح قد إيه اهتمام النادي الأهلي بالألعاب الأخرى، ومش بس الفرق بتنافس على المستوى المحلي، ولكن مجلس إدارة النادي الأهلي وافق لعدد من الفرق بالمشاركة الأفريقية والعربية. كان آخرهم امبارح فوز النادي الأهلي للكرة الطائرة رجال ببطولة عربية، اللي أكيد بنبارك لهم، وأكيد ده اللقب الثامن اللي أكيد ما جاش من فراغ، من دعم متواصل لهذا الفرع من النادي الأهلي الكرة الطائرة. وكمان وافق للرجال والسيدات بالمشاركة في بطولة أفريقيا اللي هتكون في تونس للأندية في شهر مايو. ويمكن كابتن منى كنا بنتكلم قبل الفاصل عن البطولة الأفريقية دي، اللعيبة لما بتحس أو الفرقة بتحس إن النادي وافق لهم على المشاركة الأفريقية بحس قد إن في ثقة من النادي في هذا الفريق. طبعا بطولة أفريقية بطولة قوية جدا، النادي الأهلي يعتبر يعني كسبناها كتير، معروف قوته في أفريقيا، مهمة لدرجة لأي لاعب، لأن مهمة كلاعب ومهمة كمان لو في ألقاب فردية. نعم. بالنسبة لأي لاعب يعني، فطبعا حاجة بطولة مهمة جدا، وخصوصا إن احنا مشاركناش في البطولة العربية للأندية، فأعتقد ده حافز كبير جدا للفريق في الماتشات القادمة، وده هيديهم حافز إن احنا لا احنا عايزين نكسب كل البطولات الموسم 2022. طب كابتن منى، يمكن يعني الرجال هو حامل لقب، حامل لقب بطولة أفريقيا السنة اللي فاتت، وكانت بالمناسبة تونس أيضا. والبطولة في الأول أعلن الاتحاد الأفريقي إن هو جايبها مصر، وبعد ذلك يمكن ما أعرفش بقى هل ما تقدمش أحد، وهو الاتحاد اللي كان خدها، ولكن ما أعرفش إيه الكواليس، انتقلت إلى تونس. ومع ذلك المجلس الإدارة والنادي والنشاط الرياضي طبعا الكابتن خالد العوضي كله كان عنده ثقة. هل الفريق السيدات النهاردة يستطيع أو يستطعنا المنافسة على لقب أفريقيا السنة دي، خاصة إحنا السنة اللي فاتت ما شاركناش، هل نقدر السنة دي بمشاركتنا نحصد اللقب؟ احنا لما في سنه بنقعد من غير ما نشارك طبعا اكيد بتاثر علينا، لان احنا كل سنه بنبقى بنشوف مستوى اللعيبه الافريقيه بتوصل لانهي حد يعني. فطبعا عدم مشاركتنا السنه اللي فاتت ممكن يعني يبقى في يعني مش هقول ان احنا ممكن يعني ما نبقاش موفقين قوي، بس ان شاء الله ان شاء الله احنا فريقنا يقدر، وخبرتنا كبيره جدا في افريقيا يعني، هننسى بقى ننسى بقى احنا يعني الحمد لله خبرتنا كبيره جدا. واعتقد في خلال سنه لعيبه كتير ما لحقتش ان هي تبطل في الانديه الثانيه. نعم. وخصوصا ان احنا يعني احنا كنا زمان مثلا بالنسبه لنا كينيا دي ان احنا خلاص احنا رايحين حافظين كل حاجه في الملعب، فاحنا بقى لنا فتره كبيره وكذا سنه بنشارك في في في, في تونس. فاعتقد ان يعني كسبنا كذا بطوله في تونس، واعتقد ان احنا يعني خلاص واخدين على الجو الجمهوري هناك. فزنا على السجون ولكن خسرنا، بس هي الفكره انه ما عندنا بقى عندنا خبره افريقيه. بس استاذنك خلينا نروح لاحد نجمات الفريق الحقيقه النهارده، وكان ليها دور كبير جدا في الفوز، والله اكبر ما شاء الله ماشيه بشكل جيد جدا طوال الموسم، والنهارده كان ليها دور كبير جدا في الدفاع عن ارض الملعب بشكل كبير. معانا لاعيبه الفريق ندى وليد. ازيك يا ندى؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ ألف مليون مبروك. وكابتن طبعا ندى أيمن وكابتن منى عدلي هنا بيقولوا لك طبعا ألف مليون مبروك، وبيقولوا لك مبروك على الفوز والأداء. يبارك فيكم والله، شكرا قوي ليك. طيب يعني كلمينا عن مباراة النهاردة يا ندى، أنتوا كنتوا داخلينها بفكر إيه، بمنتاليتي إيه، وإيه يعني مشيتوا الماتش إزاي النهاردة، خاصة إن كان في أب أند داون في الجيم بشكل كبير قوي. أيوه مظبوط. هو احنا عامه يعني احنا الفتره اللي فاتت دي كنا مركزين قوي على ان احنا نفسيا نبقى واقفين على رجلينا اكتر، لان هو مش هيبقى فولي على قد ما نفسيه، وان احنا نبقى عندنا ثقه نفسنا ان احنا نقدر نكسب، لان احنا الفولي الحمد لله وما شاء الله كل فرقه عندها الفولي ان هو يكسب اي فرقه يعني. نعم. بس احنا قعدنا الاسبوع اللي فات ده كله لحد النهارده الصبح قعدنا نتكلم مع بعض، اللي هو لا احنا احسن من اي فرقه، حتى لو الدي اوف بتاعنا النهارده كل واحد بيعمل اللي عليه لحد الاخر علشان احنا نقدر نكسب اي فرقه. برافو. هو الثالثه كلها كانت النفسيه يعني. طيب ندى، يمكن النهارده شفنا اكتر من كوره كان وجودك ورا البلوك مش صدفه، يعني في كور كتير سقطت ورا البلوك عندنا وانت بمهاره كبيره طلعتيها، هل ده كان اتفاق ما بينك وبين الجهاز الفني، ولا ده نتيجه خبرات او نتيجه يعني رؤيه للملعب؟ لا طبعا كابتن حمدي كان عامل سكاوتنج هو مع كابتن شرهان السكاوتر بتاعتنا، وهم اللي قايلين لنا كل حاجه نعملها، امتى اقف ورا بلوك، امتى ارجع ورا، برضو احنا بنقرا الحاجات دي، بس هم كانوا قايلين لنا كل حاجه طبعا. نعم. طب ندى، يمكن في كره مهمه وهي الكره اللي كانت نهايه الشوط الرابع، اللي كانت نقطه للنادي الاهلي في داخل المباراه، ولكن لم توفق يعني حكمة المباراه في قرار، ده ما خلاكوش تفكوا يعني، بالرغم من ان الكره دي كانت واضحه للجميع،
يعني اتعاملتوا ازاي مع ده بالرغم ان هو يعني كان فيه شويه اضطراب واعتراض على الكوره، ولكن اتعاملتوا ازاي مع الخطا ده؟ هي الكوره دي ادتنا حافز اكتر ان احنا نلعب بغل اكتر، اللي هو لا هو احنا مش هنسيب الماتش يقع بسهوله، لان نقطه زي دي ممكن تخسرك اصلا بسهوله. صحيح صحيح. بس فاحنا قلنا مش هنخلي حد يخسرنا، لا بالعكس احنا هندي احنا احسن، حتى بغض النظر شافتها ان او شافتها اوت خلاص ده قرارها، بس احنا لا هنلعب اكتر وهنبغل اكتر في الكوره عشان نخلصها، عشان يعني احنا دي بطوله يعتبر ماتش بسهوله. طب ندى يمكن اكيد كان في وقت صعب في المباراه، انت وانت في ارض الملعب يعني بيبقى اللعيب حاسس ان الوقت ده صعب، بيبقى الدنيا مخنوقه والواحد عمال يقول يا رب جوه الملعب، حسيتي ده امتى النهارده؟ الشوط الثاني بصراحه، لان احنا كنا خوفنا ان احنا نعمل غلطه في الماتش اللي فات، اللي هو احنا كنا ليدنج في الشوط الثاني كله وبعدين جابونا وخدوا الشوط، فدي نعم. كانت اللحظه اللي هو احنا لو ما رجعناش ثاني للشوط الثالث ده كنا ممكن نغلط نفس الغلط، فده اللي احنا خوفنا منه قوي يعني الفتره اللي فاتت الشوط دوت يعني. طب يمكن انا برضو يعني مش عايز اغفل دور يعني مي غزال، لان الحقيقه نزلت في وقت 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 مهم جدا برغم انها ما شاركتش، وآية خالد يعني لا انا قصدي على السيرفات اللي كانت في الاخر لما نزلت وحطت السيرفين، مش 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 كانت غزال يا جماعه ولا لا آية خالد، آية خالد انا اسف انا اسف، آية خالد آية خالد نزولها في الاخر كان معلش انا يمكن لخبطت في الاسم، وكابتن حمدي راهن ان هي تقدر تجيب سيرفين ورا بعض، ودي كان ليها دور مهم جدا في عوده المباراه طبعا. وكانوا فارقين عليها، ايه اللي حصل؟ اتكلمتوا معاها ازاي؟ انتوا كنتوا بتشجعوها ازاي؟ هي عامه تعتبر من احسن السيرف الموجود في الفرقه، وهي متعوده عامه على ده، يعني هي لو ما بداتش مثلا فبتنزل في كذا وقت نفس، يعني حصل برضه في ماتش الظهور اللي فات، فان هم ليدنج علينا نزلت جابت لنا كام كذا بوينت، هي ما شاء الله عندها ثبات النفسي ان هي تقدر ترجع الفرقه يعني. برافو، يعني انت جاوبت لنا على سؤال الصراحه يا ندى، كنا بنتكلم يعني كابتن منى في واحنا بنتفرج على المباراه ان نزول يعني ايه كان يعني بالنسبه لنا ليش معنى ايه، فكابتن منى قالت الكلام دي بتقوله اكيد في هيستوري، اكيد في ماتش او اتنين نزلت خلصت، فانت جاوبت لنا على السؤال اللي احنا كنا بنتسال عنه. طب ندى يعني الفتره الجايه شايفاها ازاي انتوا كفريق يعني او كلاعبات يعني الفتره الجايه يعني ايه اللي انتوا ناويين عليه؟ ايه اللي انتوا بتصلوا او ايه تخطيطكم كلاعبات؟ هو احنا خلاص الماتش ده احنا نسيناه، وانس ان احنا طلعنا بره الملعب فاحنا نسينا الماتش ده، عندنا يوم الجمعه الجايه ماتش كاس، فاحنا هنركز على بطوله بطوله، مش مهم اي حاجه يعني مش مهم بقى اي مكسب او اي حاجه حصلت، احنا هنرجع تاني نتمرن احسن واحسن وندي اكتر من كده، لان احنا برضه لسه ما لعبناش لعبنا، احنا عندنا احسن من ده كتير قوي ان شاء الله يعني. واحنا واثقين من كده طبعا ندى وليد، كملي على المستوى ده واحنا بندعمك والله اكبر عليك، ربنا يحفظك من الاصابات. ندى وليد ليبرو الفريق بشكرك شكرا جزيلا، كانت معانا عبر الهاتف يعني كابتن ندى، يمكن انا جاي لك يعني تحس ان يعني في حماس في روح، اللاعبات بقوا عارفين هم عايزين ايه. طبعا وفي فرحه طبعا كبيره، بنات مبسوطه ويستحقوا يعني مجهود كبير منهم، وعملوا كذا كامباك في الماتش رائع بصراحه، وانا شايفه ان ده احسن مباراه اليوم في الثلاث مباريات، حتى رغم ان هم كسبوا المباراه الاولانيه اللي كانت في صاله النادي الاهلي، لكن المباراه دي ادائهم فيها احسن بكتير في كل الجوانب، من الناحيه الهجوميه ومن الناحيه الدفاعيه، تحس ان الفرقه فعلا واقفه على رجليها بالرغم ان ممكن في اوقات في اوقات كان الزمالك بيطلع ولكن لا بيرجع ما بيفرطش منه بالظبط، وبيرجعوا بسرعه حتى لو حصل فرق كذا نقطه، لا بيرجعوا تاني بسرعه، ورغم ان حصل كذا تغيير في التشكيل الاساسي لكن هو ترس ماشي في مكانها وكلهم ماشيين بنفس الاطار بنفس السيستم. طيب انا عايز اعلق على كوره كنا بنتكلم فيها برضو اخر شوط، لازم اقول الكواليس السيرف بتاع ايا الشابي لما جت هي على السيرف وقلت احنا خسرناها على الشبكه، وقلت الحل للموضوع ده انها تجيب الكوره لازم تجيب ايس صح، مش قلت تجيبها ايس وحصل صح. ليه قلت كده؟ هقول لحضرتك احنا في الاخر الشوط الرابع تقريبا الاعتماد كان اغلبه على آية صحيح، فانت آية هترجع تلعب ارسال هتخسر ضريبه على الشبكه، بقى عندك ضربتين فقط بالرغم ان آية كانت كويسه جدا في الاستقبال يعني استقبل الكور كتير تمام، جداً. بس انت عايز تخلص نقطه انت مش عايز تدافع انت عايز أكتر. تهاجم فانت هتهاجم ازاي وهي الضريبه الاساسيه وفي ضربتين تانيين بس على الشبكه معاهم المعده، زائد انه الحائط الصد اللي هناك عالي جدا عالي. فانت مخرج يعني القصه دي مخرج القصه دي هي تروح تلعب ايس فعشان كده على طول هي لازم تجيب ايس دلوقتي، لان انت كمان فرق نقطه وانت بتلعب هو تشوز على تو، فهو يعني النقطه يا جت يا خسرتها وخسرت المباراه، فهي ايه
سمعتني بصراحه ونصفتني الحمد لله. وايه خالد كمان لما نزلت انت حتى قلت لي يعني احنا حاولنا الله التغييره دي يعني لانه نزلت مكان المحترفه يعني واحنا استغربنا حتى قلنا يبقى في حاجه. ندى جاوبت على السؤال قالت لنا انه نزلت قبل كده ايه وخلصت ماتشات. هي ندى قالت نقطه مهمه جدا بعيدا عن ان هي لعبه ارسال هي عندها ثبات انفعالي في التوقيت ده فعلا. هي دي يعني دي اكتر نقطه فعلا فاصله. ممكن تكون اللعيبه ارسالها كويس جدا لكن تنزل في التوقيت دوت ما تقدرش تلعبه يعني اصلا انت في وقت كريتيكال جدا وماشي نقطه نقطه انت والمنافس والنقطه اللي هتخسرها يعني هتلعبها هتخسر ممكن تخسرك المباراه. فمحتاج يكون في ثبات انفعالي اكتر من انك تكون مميز في الارسال. فده الكلام اللي كانت منى حتى بتقوله ان ممكن تكون المحترفه ارسالها كويس ولكن ممكن يحصل لها ممكن يحصل لها هزه في التوقيت ده وتحاول تضمن تحاول تقلل قوه ارسالها. فهي ندى قالت هي البنت ايه متمرسه في الجزء ده صحيح. هو كابتن حمدي بيستغلها في الجزء دوت ان هي عندها ثبات انفعالي ممكن انزلها الفرقتين ايكوال انزلها حتى خلص. السيرف اللي جابوه للنادي الزمالك استقبله بصعوبه ارسالها يعني ارسالها قوي جدا وفي ثقه هي اكيد متمرنه على الموضوع. أيوة ده يعني اكيد متمرنه على الموضوع ان هي تنزل في الاوقات الكريتيكال تجيب نقطه. بس انا عايز برضه اقول حاجه يعني في بعض اللاعبات طبعا كل اللاعبات كانوا نجوم النهارده بدون استثناء ولكن في لاعبات مش هنذكر اسامي ولكن محتاجين يدوا الثقه لنفسهم شويه يعني الموضوع هم في حاله فنيه كويسه وفي حاله بدنيه كويسه ولكن ناقصين ثقه بدون ذكر اسامي. يعني شايفه ده ممكن يتعالج ازاي بخصوصا ان انت كنت لعيبه هو ممكن كتير. ما نقولش يعني ثقه ممكن نقول ان هم يعني التوقيت اللي هم نزلوا فيه صعب. كان صعب شويه فده ممكن يكون يعني نفسيا وترهم شويه يعني ان هم كانوا خايفين ان هم يغلطوا فظهر فغلطوا فهو التوقيت. لكن هو موضوع الثقه لا اعتقد ان فريق النادي الاهلي عنده ثقه لانهم لعبوا كتير قوي على مستوى عالي خاصه ان كابتن حمدي دفع بيهم ما كانش قلقان يعني كابتن حمدي دفع بيهم في اوقات صعبه يبقى اكيد هو عنده ثقه فيهم وارد يعني يكون يعني اليوم مش يومهم يعني وارد يكون هو النهارده مش موفقه النهارده يعني مش ان هي خايفه او قلقانه او كده ممكن تكون هي مش موفقه وزي ندى ما قالت يعني احنا اكيد متمرنين على ده ليه بقى لان احنا ساعات مثلا ممكن في التمرين كابتن مثلا سته هنا وسته هنا احنا دلوقتي مثلا 24 اول نعم تمام ومثلا ايه هتبقى على الارسال فاكيد الحاجات دي كلها احنا متمرنين عليها مرن في التمرين لا انا هغير في الوقت دوت ممكن اغير حد وانزل حد فهو ممكن برده عشان زي ما احنا قلنا ماتش يعني فرقتين بالظبط كلوز جيم جدا بالظبط فممكن يكون ده وترهم يعني لكن طب خلينا نقول يعني نتكلم شويه على النادي المنافس ونتكلم على نادي الزمالك يعني انتوا شايفين نادي الزمالك النهارده ادى مباراه فنيا كويسه شايفين ان هم كانوا فنيا في ارض الملعب جيدين بصرف النظر عن النتيجه بقى احنا بنتكلم فنيا دلوقتي شايفين نادي الزمالك عمل مباراه جيده في الاستقبال في الهجوم اسمع رايك يا كابتن انا شايفه بصراحه ان الفرقتين يعني احنا لو بصينا على السكور الاربعه جيم السكور قريب جدا ماشيين طول المباراه نقطه بنقطه نقطه بنقطه فده يدل على شيء يدل على ان الفرقتين مستواهم الفني قريب. متقارب جدا متقارب جدا دي حاجه احنا مش هنختلف عليها لان هم امكانياتهم كافراد لاعبات مميزين اكيد مش هنقدر نقول نقلل منهم يعني لا هم فرقه مميزه فهو الموضوع كله يتلخص في العامل النفسي وقدره اللاعبات على التحكم في اطار وفي يعني الماتش يمشي ازاي يعني انت شايفه النهارده ان الفوز النادي الاهلي فوز بجداره انه انتزع الفوز من فريق موفق كمان طبعًا. يعني نادي الزمالك ما فيش حد فيهم النهارده تقدر بالزبط. تقول ان هي ما كانتش موفقه طبعا باستثناء غياب مريم واحنا أصلاً. عندنا يعني غياب يعني اكاسيو برضو ما هو يعني احنا في غياب عندنا غياب مؤثر طبعا عندنا غياب مؤثر جدا المحترف احنا عندنا النهارده بالعبيات كلها محليات ما عدا واحده سنتر بلوك يعني هي في الاخر برضو مش مؤثره تاثير لاعيبه اربعات الله ينور عليك وهم معاهم محترفه قويه جدا يعني في نقص هنا في نقص هنا ولكن احنا النهارده يعني اصل في ممكن يعني بعض المشاهدين او بعض المتابعين يقول لك لا النادي الزمالك النهارده ما كانش موفق لا نادي الزمالك كان بيلعب مباراه كويس بدليل الايكوال وانت احسن يعني انت فايز النهارده على فريق فنيا كويس احنا برضو استغلينا يعني كذا نقطة ضعف في فريق الزمالك يعني زي ما ندى قالت الفريقين كانوا متساويين ماشيين نقطة بنقطة بس احنا في حاجات استغلناها اول حاجة كان عدم وجود مريم متولي وكان اللعيبة هنا الحسيني تمام وجودها وان هي قدرنا ان احنا نهجم كتير قوي بين عندها بالوان ليج
وهي قصيرة القامة يعني مش طويلة. فده بجد ساعدنا جدا وبحيي دعاء لأن هي تفوقت على نفسها النهاردة واستغلت النقطة دي، كانت مهمة جدا بالنسبة لنا. دي حقيقة فعلا. اللعيبة كلهم كانوا هايلين بس في لعيبة النهاردة تفوقت على نفسها زي دعاء، زي ندى وليد. لا بجد كانوا هايلين جدا. نعم. يعني معلش يا كابتن هيثم انا عايز اعلق، احنا زي ما منى بتقول احنا كنا ايكول، لكن في كان فرق ان في اوقات احنا عارفين هنرفع الكره في التوقيت دوت فين، عارفين الكره لما هتترفع في المكان دوت هتتحط فين. الموضوع ده كله يرجع لكابتن شريهان سامح طبعا. ايوه طبعا انا عايز اقول كده التحليل. طبعا اكيد الكامباك ده اساسه هي شريهان سامح، وما شاء الله هي تفوقت على نفسها واشتغلت على نفسها جدا في النقطه دي. انا بعتذر لكم الوقت طبعا انتهى الكلام معاكم لا ينتهي بامانه، وفنيات عاليه جدا. كنا سعداء معاك يا كابتن هيثم، منتخب مصر والنادي الاهلي كابتن شريهان النهارده. بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا كابتن هيثم، احنا اسعد ودايما كده ان شاء الله وشنا يكون حلو على الفرقه طول عمرك يا كابتن. كابتن منى عدلي بشكرك نورتيني. بشكر حضرتك والله، انا اتشرفت بحضرتك واتشرفت في بيت النادي الاهلي. وعايز اقول برده حاجه، ان الجمهور يعني اساس بعد مجلس الاداره وبعد اللاعب يعني اساس التحفيز والثقه للاعبين يعني. فعايزهم يبقوا ورانا على طول ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، الف مليون مبروك الفوز. الفوز الحقيقه دايما النادي الاهلي بيشتغل عشانه وعشان البطولات. وايه اليوم الحلو ده.